بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في الفيديو ده هنتكلم على تصريحات المديرين الفنيين لمنتخب مصر السيد كارلوس كيروش، والمنتخب التونسي السيد جلال القدري، والمنتخب المغربي السيد وحيد خليزيتش، والمنتخب الجزائري السيد جمال بلماضي. تصريحات المدير الفني بتكون حاجه مهمه جدا قبل المباراه. والسيد كارلوس كيروش لو حبينا نبدا بيه، ففي كلام انا عايز اقوله على كارلوس كيروش، ودي قناعه شخصيه بالنسبه لي، ان انا مقتنع ان كارلوس كيروش واحد من اتقل الاسامي اللي مسكت منتخب مصر الفتره الاخيره. ناس كتير جدا هتقول لك منتخب مصر وهويه منتخب مصر وشخصيه منتخب مصر، الناس دي ما كانتش بتتكلم على الشخصيه والهويه ايام حسام البدري، ومع ذلك بيتكلم على الشخصيه والهويه ايام كارلوس كيروش اللي وصل بمنتخب مصر لفاينل افريقيا وخسرنا من السنغال بضربات الجزاء، كارلوس كيروش اللي وصل السنغال وعنده فرصتين ان هو يلعب على التعادل او يلعب على المكسب علشان يوصل كاس عالم، مع ذلك مش عاجب الناس علشان بيقول لك اداء وكره جميله. مع ان يا جماعه الاداء والكره الجميله دي العناصر بتاع منتخب مصر هم اللي مجبرين كارلوس كيروش، وكانوا بيجبروا قبليه حسام البدري، وكانوا بيجبروا قبليه هيكتور كوبر على ان احنا نلعب بطريقه دفاعيه. يعني الازمه ليست في كارلوس كيروش بس، كارلوس كيروش عنيد. ما هو لازم يكون المدير الفني قوي الشخصيه علشان خاطر يعرف يعمل فريق محترم. وكارلوس كيروش كلنا مهما اختلفنا معاه بس كلنا عارفين ان منتخب مصر النسخه الحاليه نسخه محترمه جدا مع كارلوس كيروش. الكلام ده كان لازم اقوله قبل مباراه السنغال، مهما كانت النتيجه انا مع استمرار كارلوس كيروش في القياده الفنيه لمنتخب مصر، مع احترام لاي حد ومع احترام لاي راي. انا شايف ان الراجل ده مدير فني ناجح جدا في اداره منتخب مصر، مهما كانت النتيجه بكره، مهما كانت الانتقادات، مهما كان التطبيل، شايف ان الراجل ده يستحق ان هو يكمل مع منتخب مصر. التطبيل طبعا في حاله ان احنا ان شاء الله قدرنا نعمل نتيجه ايجابيه مع منتخب السنغال. اول حاجه كارلوس كيروش عملها اول ما دخل الغرفه بتاع المؤتمر الصحفي، قال لهم بصوا يا جماعه انا كنت جاهز من بدري ان احنا نبدا المؤتمر الصحفي، بس المنظمين قرروا ان احنا هنبدا دلوقتي، وانا عندي تمرين بعد 10 دقائق، لو المنظمين مش عايزين يخلوني ااجل التمرين بتاعنا انا هقعد بس 5 دقائق واطلع، لان انا عندي تمرين والمهم ان انا احضر التمرين. والمشكله ما كانتش عندي في التاخير، المشكله كانت عند المنظمين للمؤتمر الصحفي، اللي هو انت مش بتنقل ضغط كده على فكره، انت كده مش بتنقل ضغط على فكره، انت كده داخل تتخانق مع الناس وداخل تعمل لقطه في المؤتمر الصحفي. بس عادي، اي حد متابع كارلوس كيروش كويس في المؤتمرات الصحفيه وفي الماتشات هيعرف ان هو من نوعيه المدربين المثيرين للجدل، اللي ممكن يتخانق مع لعيب، اللي ممكن يقول كلام غريب في مؤتمر صحفي، اللي ممكن يطلع يتكلم بعد ماتش السنغال اللي فات ويقول لك على فكره يا جماعه انتوا مش فرحانين ليه؟ احنا كسبانين مش فرحانين ليه؟ مش لازم نقدم اداء كويس، انتوا زعلانين؟ انا هلعب ب 16 لعيب مدافعين الماتش الجاي. اه والله قال كده في مصر، والله قال كده في مصر، انتوا زعلانين ان انا كنت بدافع وان احنا شكلنا، لا انا هدافع ب 16 الماتش الجاي. فكارلوس كيروش متعود على اللقطات دي. كارلوس كيروش قال لك منتخب مصر يمتلك مجموعه من اللاعبين الكبار الذين يتحلون بالتواضع والانضباط داخل الملعب وخارجه. حاجه كويسه والله، يعني كويس ان احنا في فتره كيروش ما سمعناش على تحرش ولا سمعنا على عمرو ورده ولا حاجات كده من نوعيه الحاجات اللي كانت بتحصل في ايام اجيري، بس كويس يعني كانت ايام وراحت. لن نلعب ابدا ضد السنغال او الكاميرون او نيجيريا او كوت ديفوار، بل نلعب دائما ضد انفسنا، كل مباراه نلعب ضد مصر. حلو العمق، تصريح فيه شويه عمق بس مش هنقعد نفكر فيه كتير. لعبنا جيدا في اخر مباراه لنا في القاهره، ويجب علينا ان نلعب المباراه القادمه بشكل افضل، ان هذه فلسفتي التي اسير بها، ان هو يعني كل ماتش لازم يكون افضل من اللي قبليه. المنتخب قادر على تجاوز السنغال والتاهل لكاس العالم 2022 بتحقيق نتيجه ايجابيه خلال مواجهه الغد. لم ناتي للسنغال لكي نلعب على التعادل، نريد الفوز ذهابا وايابا. والله يا ريت، والله يا ريت، ده احنا هنفاجئ الكوكب كله حرفيا، اللي هو احنا رحنا كسبنا السنغال رايح جاي في الماتشين، وقتها كل الناس هتبقى مجبوره ان هي تعترف بيك وتعترف ان انت لازم تكمل مع منتخب مصر. لا يهمني امتلاء ملعب السنغال بالجماهير، السبع نجوم التي نمتلكها لم تاتي من فراغ. ايوه بقى يا اخي، الحمد لله على السلامه. بس السبع نجوم دي كان عندنا للامانه يعني منتخب كان قوي في 3 نسخ ورا بعض، كان عندنا نص ملعب كان محترم جدا غير نص الملعب الحالي. في ناس بتزعل وتقول لك ان انت بتقلل من منتخب مصر قدام الناس علشان تجيب لايكات، اللي هو يا جماعه اقلل ايه بس يعني؟ قال لي ليه؟ هو مستوى نص ملعب منتخب مصر سيء، وهو اللي بيجبرنا ان احنا ندافع، واي حد بيتكلم في كوره في مصر بيقول لك موضوع نص ملعب منتخب مصر سيء، هل انت معتبر الكلام ده تقليل من منتخب مصر؟ انا بصراحه مش معتبره تقليل من منتخب مصر ابدا، لان منتخب مصر بيقدمه في الملعب بيغطي على كلمه تقليل دي، لان منتخب مصر بيعمل نتائج عظيمه جدا وبيعمل نتائج ايجابيه، فصعب انك تقلل من منتخب بيعمل نتائج ايجابيه مهما كان الاداء. زعلنا ماتش السنغال بس قلنا اهم حاجه ان احنا طلعنا كسبانين. منتخب مصر هو الاقوى في قاره افريقيا. والله اتمنى ان التصريح ده ما يكونش على الفاضي، اتمنى ان انت تشتغل شغل واضح على التصريح ده علشان فعلا تخلي منتخب مصر من المنتخبات القويه في افريقيا.
المنتخب لا يحدد طريقة لعبه في المباريات بناء على خصومه، لكن سنفعل ما في وسعنا للتأهل إلى كأس العالم. سيقدم استقالته حالة عدم شعوره باستطاعته تحقيق الفوز في أي مباراة، وسيتقدم بها على الفوز على الفور لاتحاد الكرة طول مسيرتي لم أشاهد فريقي يلعب وحده في الملعب ومنافسه غائب. والحتة دي كارلوس كولوش كان بيتكلم إن هو استحوذ في المباراة الأولى على 45%، والمباراة بتاعت فاينل كأس الأمم الأفريقية استحوذ بطريق بنسبة 51% على الكورة. كان بيتكلم إن هو يعني ما كانش ساب الكورة طول المباراتين للمنتخب السنغالي، وإن لا إحنا كنا بنستحوذ أثناء تواجدنا في الملعب، وإنه صعب إن الفرقة تفضل ماسكة الكورة أغلب الوقت. في حته كده في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم ان لعيبه منتخب مصر والكره معاها هيعمل سحر، هيقدروا ان هم يعملوا سحر بالكره لانهم موهوبين والكلام ده. فالمترجم قال لك لعيبه منتخب مصر قادرين على خلق المعجزات، فكارلوس كولوش قال له سوري معجزات ايه يا صديقي، المعجزات سنتركها للرب، انما احنا بنتكلم على السحر اللي هو الله، يعني هنتكلم على السحر، هنتكلم على السحر ومش بتنيل ايه الله اعلم، الدماغ فيها حاجه غريبه بصراحه. أنا على اقتناع تام بأن طرفي نهائي كأس أفريقيا يجب أن يتأهلا لكأس العالم، ولكن في النهاية أأمل أن يفوز فريقي وأن تكون مصر في المونديال. والله يا ريت، والله يعني إحنا حظنا وحش إن إحنا وقعنا في السنغال، دي حاجة أكيدة ومؤكدة، بس هنعمل إيه؟ قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله بإذن الله نقدر إن إحنا نتخطى عقبة السنغال، العقبة القوية جدا. دي كانت تصريحات كارلوس كولوش، شايف ان هي تصريحات محترمه. عجبني التصريح بتاع ان احنا السبع نجوم اللي على التيشيرت بتاعنا ده مش جايين من فراغ. اتمنى كويس، اتمنى ان انت تكون عندك الكلام ده للاعيبتك، وتفكر لعيبتك دايما ان السبع نجوم دول مش جايين من فراغ، وتخلي لعيبتك بكره ان شاء الله يبقوا داخلين الملعب على ان احنا يا نطلع كسبانين يا نتاهل، مفيش حاجه من الاثنين دول، هنفكر في حاجه بعيده عنها ان شاء الله. باذن الله كل التوفيق لمنتخب مصر بكره. نخش على عمو وحيد خليزوتشي. وحيد خليزوتشي اللي بيواجه هجوم كبير جدا في المغرب، مرابط بيطلع يتكلم ويقول لك ان وحيد خليزوتش لازم يمشي ولازم يترك غروره، واللي هو بيعمله ده فشل وحاجات غريبه، تحس اللي هو بسم الله ما شاء الله يعني الراجل حرفيا ضايع. واللي يقول لك ان انا كنت عايز اتوسط ما بين وحيد خليزوتش وحكيم زياش علشان اللي بيحصل ده مش عاجبنا، اللي هو في مشكله بسيطه انتوا بتخبطوا في المدرب قبل الماتش بتاع الكونغو بيوم، اللي انتوا بتعملوا ايه؟ يعني الكلام ده ما ينفعش النهارده خالص، ان احنا محتاجين النهارده كلنا نقف وحيد خليزوتش بعد الماتش بتاع الكونغو بعد ما نصعد كاس عالم نتكلم في الكلام ده، انتوا بتقولوا ايه؟ حرام عليكم، بطلوا تجننوا الناس، اهدوا شويه كده ووحدوا الله ونسكت بقى شويه. يعني كل المنتقدين لوحيد خليزوتش يسكتوا النهارده، وبكره بقى بعد الماتش بعد ما المنتخب ما يتأهل، يعني انا عارف انك مش هتقدر تتكلم، بس اللي هيبقى فيكوا شخصيه قويه هو اللي يتكلم بعد تأهل المنتخب المغربي، انما مش مستني سكوت المنتخب المغربي عشان تتكلموا، عيب الكلام ده. فالكلام اللي اتقال ده بصراحه ما عجبنيش، سواء من مرابط او سواء الكلام اللي اتقال على حكيم زياش. مباراة الإياب ستكون مختلفة عن الذهاب، أنتظر حضور جماهيري كبير، ونعرف أن المسؤولية كبيرة، اللاعبون يعرفون أيضا أهمية التأهل، لقد أكدت أن شيئا ما ينقص اللاعب إذا لم يشارك في المونديال. شيئا ما، شيئا خائفة من شيئا ما، شيئا ما يا عم شيئا ما، وبعدين نتمنى كلنا أن ماتش الإياب يكون غير ماتش الذهاب، لأن أنت ما جيتش في الذهاب، فنتمنى أنك تيجي في الإياب. حلوة حاجة ناقصة اللاعب اللي ما بيشاركش في المونديال دي. خليزوتش كان بيقول لك المنتخب الكونغولي لديه مجموعه جيده من اللاعبين، مؤكدا انه سيلعب هو الاخر بحماس. نحن نعرف مستواه جيدا وكذلك ادق التفاصيل عنه، لكننا سنلعب بملعبنا وهذا امتياز علينا ان نستفيد منه. يمتلك المنافس مهاجمين جيدين وخاصه مسجل الهدف الذهاب يوان ويسا. لقد تحدثت مع بعض اللاعبين على انفراد وقفت معهم على عدة أمور خاصة على مستوى الأجواء، لأن هناك منهم من لم يعش سابقا مثل هذه الأجواء. طب ما الغلطه دي غلطتك انت، انت اللي رحت جبت لعيبه ما عندهمش خبرات، وفي الاخر تطلع تقول لي اللعيبه دي ما عادتش الاجواء دي قبل كده، ما انت اللي مختار القايمه يا عم وحيد، ما تصحصح معانا. انا كل ما اجي ادافع عنك بلاقيك بتدخلني في حته تانية، يعني تقول لك ايه اصل انا قعدت مع اللعيبه دول عشان اللعيبه دول ما حضروش الاجواء دي قبل كده، ما انت اللي جبتهم يا عمنا، في ايه يعني؟ انت بتقول ايه بس انت بتهاجم مين بالظبط؟ المفروض انك كده بتهاجم وحيد خليزوتش اللي راح جاب اللعيبه دي اللي ما عادوش الاجواء دي قبل كده، انت فاهم انت بتقول ايه؟ طب المؤتمر الصحفي غريب والله. فكان لابد من الاستعداد الذهني ايضا، لان هدفنا التاهل للمونديال لاسعاد الجمهور الذي اطلب دعمه للاعبين الشباب من بدايه المباراه لنهايتها. كويس انك تطلب من الجمهور الدعم، بس يعني يا ريت يعني تعتذر على الاداء السيء اللي انت عملته، وتحاول انك تطور من الاداء
اللي المفروض ان المنتخب المغربي يقدم اداء جيد مع نتيجه جيده، لان فرق الامكانيات الفرديه واضح قوي للعلن. انما انت طالع تقول لي احنا عايزين الجمهور يدعم اللعيبه الشباب اللي لسه يا عيني اول مره تجرب الاجواء دي. انت عايز ايه من المغاربه بالظبط؟ ما فاهمني ده يعني. الناس دي لو مزعلاك انت مش معاهم، اللي انت بتعمله ده، انت اللي انت بتعمله ده يجيب شلل ويجيب ضغط. يعني بتعمله في الملعب بطرق واداء وطرق لعب وتغيير طرق لعب وتغيير تشكيله كل ماتش وتغيير ثلاث اربع لعيبه في كل ماتش. الناس بتعدي كل ده وبتقول لك اصل كان في واحد اتنين ثلاثه والمنتخب ماشي باداء كويس. انما في المؤتمر الصحفي حتى طلع تقول كلام خلف بعض خلف خلاف. ما ترحم الناس شويه يا عم واحد، حرام عليك. بس ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي بكره قدام منتخب الكونغو ويقدر يعمل نتيجه ايجابيه. نروح بقى للسيد جلال القدري. الراجل بحس ان هو عنده عرق ايطالي كده في حته القناعات الفنيه، وان هو عنده كاتاناتشو ومقتنع جدا بحته الطرق الدفاعيه دي. بس اتمنى ان الراجل يقدم بكره مباراه محترمه، واتمنى ان هو يكون قال تصريحات محترمه، لان بعد كلام وحيد خوزيتش الدنيا بدات تقلب معايا رمادي بصراحه. مباراة الغد ينتظرها الشعب التونسي منذ عامين، ولذلك فإننا نعرف ما ينتظرنا، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا فوق الميدان حتى لا نخذل التونسيين. ده الكلام اللي كان نفسي أسمعه من وحيد خلوزيتش بصراحة يعني. إنما الكلام ده ما بيجيلكش غير من ابن البلد بجد. ابن البلد قال لك الناس مستنية الماتش ده من سنتين، إحنا مش هنخذل التوانسة. اللي هو الحمد لله على السلامة. أول مرة أشوف تصريح في الحلقة المنيلة ب60 دي يعجبني بصراحة. يعني كارلوس كروش عجبني في حتة السبع نجوم، وأنت لسه بصراحة عجبتني في حتة إن إحنا مش هنغزل الشعب التونسي. اللهم آمين يا رب، يا رب تكسب بكرة المنتخب المالي. بعد فوزنا في باماكو لم يكن أمامنا الكثير من الوقت للإعداد للقاء العودة، ولذلك ركزنا على استعادة الأنفاس بعد رحلة جوية استغرقت أكثر من 12 ساعة. حلوة الصيغة دي. اللي هو ما كانش عندي وقت إن أنا أحضر اللعيبة لمباراة العودة، هنعمل إيه؟ الكلام ده قلنا للفيفا. والله يا عم جلال إن الفيفا ظالمة في حتة الثلاث أيام البريك دول، يعني إن أنت بتيجي هنا بعد كده بتقعد يومين التالت بتلعبه. كنا بنتكلم الكلام ده ظالم بصراحة. لابد ان اشكر الجهاز الطبي على العمل الكبير الذي قاموا به حتى تكون عناصرنا فعلى جاهزيتها للقاء الغد الذي سيكون حاسما ومصيرا. حابب انك تدي شوت اوت او تدي شكر للناس اللي كانت شغاله معاك، وتدي شكر للجهاز الطبي ان اللعيبه في مستوى جاهزيتها، وان اللعيبه ما فيش اصابات كتير، ودي حاجه برضه تحترم بالنسبه للجهاز الطبي للمنتخب التونسي للامانه. الى جانب الاعداد البدني ركزنا على الاعداد على الجانب النفسي حتى ان تكون جاهزية اللاعبين من الناحية الذهنية على أعلى مستوى، لأنها ستكون مهمة في مواجهة الغد. ده عكس الكلام اللي وحيد خليلوتش قاله. قال لك إن أنا حضرت اللعيبة قبل الماتش، مش جه بعد الماتش عم وحيد وقال للعيبة إيه أصل معلش يا جماعة اللعيبة دي لسه أول مرة تحضر الأجواء دي وأنا كلمتهم بعد الماتش. أنت بتتكلم بعد الماتش؟ أنت حضرت اللعيبة دي بعد الماتش اللي هو معلش اللعيبة دي كانت شباب. إنما الراجل بيتكلم كلام واضح، بيقول لك إحنا محضرين الفرقة كويس قوي، لان احنا عارفين كويس قوي ان الناحيه الذهنيه مهمه، لان الماتش هيكون صعب جدا بكره في ملعبنا. سيكون منتخب تونس مستعدا كما يجب بدنيا وفنيا وتكتيكيا وذهنيا، وانا لدي ثقه كبيره في المجموعه التي تتكون من لاعبين يمتلكون الخبره ويمثلون افضل سند للعناصر الشابه. قالك ان انا عندي عناصر خبره هتسند العناصر الشابه بالنسبه للعيبه الموجودين لاول مره في المنتخب التونسي. فانا عندي لعيبه خبره هيسندوا العناصر الشابه، انما انت قلت لي ان اللعيبه بتوعي شابين بس وكل الناس لازم تدعمهم. طب فين العناصر الخبره في المنتخب المغربي دي بقى؟ بس مش هنفضل نرجع للكلام بتاع وحيد خوزيتش، الكلام راح وعدى. بس بصراحه من اكتر الكلام المنطقي ومن اكتر الكلام اللي عجبني جدا كلام السيد جلال القدر حتى الان. وحول الضغوطات التي ستكون مسلطة على لاعبي منتخب تونس، كل اللاعبين سيكونون مركزين جدا خلال اللقاء، هم مدعوين للتعامل مع الضغوطات والحفاظ على التركيز. كل ما أمله هو أن يكون الجمهور التونسي مدرك أهمية دوره خلال اللقاء، سواء خلال فترة قوتنا أو خلال أخذ المنافس الأسبقية، لأن المهم هو أن نخرج مع الصفارة النهائية بالنتيجة التي تؤهلنا للمونديال. اللي هو الناس تشجعنا والكوره معانا، واول ما الكوره ما تيجي للمنتخب المالي يحاولوا يشكلوا ضغط عليهم. وضغط عليهم دي مش لازم موضوع انك ترمي شماريخ كتير او انك تشغل الليزر، عشان الموضوع بقى صعب شويه موضوع الليزر ده، فبلاش ليزر وبلاش انك تشغل شماريخ. المهم يعني انت تشجع المنتخب بتاعك طول ال 90 دقيقه وانت معاك الكوره وانت مش معاك الكوره.
انا واثق من ان الجمهور سيكون هو اللاعب رقم واحد وان يقدم الدعم المعنوي اللازم للاعبين حتى نفرح معا بالانجاز الجديد للكره التونسيه. برضه اقول لك ان الكلام ده ما يقولوش غير واحد ابن البلد. منتخب مالي منافس محترم وهو جريح بسبب هزيمته فوق ميدانه، ولذلك ننتظر منه رد فعل قويه. وصراحه اقول ان لديه امكانيات كبيره وسيلعب ورقه الهجوم كما انه سيستعيد خدمات نجمه ادام تراوري. كويس برضو انك عارف القيمه الفنيه لعيب زي ادام تراوري بالنسبه للمنتخب المالي، وعارف كويس قوي هتتعامل مع مين والدنيا بالنسبه لك رايحه فين وجايه منين. نحن درسنا كل نقاط قوه وضعف مالي، ده اللي كنا لسه بنتكلم فيه، ولذلك اوجه من جديد نداء لجماهيرنا كي تقف مع اللاعبين في الاوقات الصعبه. المباراه ستلعب على فترات ولن تكون سهله، ويجب ان نعرف كيف نجاريها من البدايه للنهايه. وعن حضور منتخب تونس في التوالي المدرب كامل الفني، اذا نجحنا في المباراه الاولى في موناكو فيعود ذلك للنضج التكتيكي للاعبينا ولمحافظتنا على ثوابتنا. بلاش محافظتنا عشان انت عملت جيم دفاع كتير قوي مبالغ فيه، الحته دي مش هتكلم فيها كتير لانها ما عجبتنيش بصراحه، عشان المنتخب التونسي ما كانش ثوابته دايما ان هو بيلعب كره دفاعيه، الا بقى لو انت عايز تكمل في دايما في الوتيره اللي ماشي بيها منتخب تونس ان احنا بنلعب مباريات دفاعيه فقط لا غير. صحيح اننا درسنا نقاط قوه منافسنا ونقاط ضعفه، لكن ما همنا اكثر هو ان نلعب على نقاط قوتنا وان نستغل جيدا عامل الميدان عاملي الميدان والجمهور امام منتخب لديه امكانيات كبيره خصوصا مع المستوى الهجومي. المهم ان نكون نحن في افضل حالتنا وخصوصا من الناحيه الذهنيه حتى نتاقلم مع الوضعيات الصعبه ونستغل فترات الضعف لمنافسنا. بلال لعيفة جاهز 100%، كما الياس خيري استعاد جاهزيته وليس هناك تحفظا كبير على التشكيل او الخطه التكتيكيه، وما استطيع قوله هو اننا سنلعب بطريقه متوازنه في الدفاع والهجوم. امامنا 90 دقيقه لتحقيق الترشح للمونديال واسعاد كل التونسيين، وبحول الله سننجح في المهمه وبفضل عزيمه اللاعبين واصرارهم، وسنحرص على تدعيم نتيجه لقاء الذهاب، ونؤكد ان منتخب تونس يستحق التواجد في المونديال. ان شاء الله باذن الله منتخب تونس يستحق التواجد في المونديال، ان شاء الله باذن الله جلال القدري ولاعيبته يتواجد مجهودهم بكره قدام المنتخب التونسي في رادس، قدام منتخب المالي اسف في رادس، وان شاء الله يقدروا ان هم يفوزوا على منتخب مالي ويصعدوا لكاس العالم. تصريحات محترمه جدا، تصريحات قويه جدا بالنسبه للمنتخب ومدربه جلال القدري. منتخب تونس ومدربه جلال القدري عارف كويس قوي بيلعب مع الجمهور التونسي في الحته بتاعت ان احنا لازم تساندونا، لازم تعرفوا الوقت المناسب ان انتوا تقفوا كلكم في ظهر المنتخب. انا عندي لعيبه خبرات وعندي لعيبه شباب وعندي لعيبه خبرات عارفه كويس قوي ان هي تنقل خبراتها للشباب دي، بشتغل على العناصر الذهنيه وبشتغل شغل ذهني كتير لان انا عارف ان اللعيبه لازم يكونوا مهيئين بكره ذهنيا في المباراه. كلام محترم جدا، شكل تصريحات محترمه جدا، عجبتني جدا بصراحه. نخش على بالماضي بقى. جلال بالماضي قال لك اعتقد ان الجانب المعنوي سيساعدنا اكثر لاننا عدنا بالفوز من الكاميرون، وهذا يرفع معنويات اللاعبين، ركزنا اكثر على الاسترجاع للاعبين بعد الجهود التي بذلوها في مباراه الذهاب حتى يكونوا على اتم الاستعداد غدا، اللي هو الاسترجاع ده اللي هو الاستشفاء، يعني ركزنا على ان اللعيبه نعمل لها استشفاء كتير علشان خاطر المجهود اللي هم عملوه، علشان خاطر الطيران وعشان خاطر رحله العوده والكلام اللي كنا بنتكلمه حوالين برضو الفيفا والثلاث ايام والحاجات الغريبه اللي الفيفا قررتها دي. ضغط الجماهير الجزائريه علينا سيكون ايجابيا، ونحن نحبه ونريده ونريد من جمهورنا سعداء بحضور المشجعين في هذه المباراه، سنبذل اقصى جهودنا لاسعادهم واداء التاهل الى كاس العالم لهم. كلام محترم برضو بالنسبه للجمهور. برضو اقول لك حته ابن البلد دي، ابن البلد عارف يخاطب الجمهور كويس قوي، جلال القدر عرف يخاطب جمهور المنتخب التونسي، ودلوقتي جمال بالماضي عارف يخاطب جمهور المنتخب الجزائري، قال لك احنا نحبه، نحب يكون موجود، نحب ان احنا نسعده، نحب نهديه التاهل لكاس العالم. بحب انا الحته دي، بحب انا حته انك يعني معلش اقفوا في ظهرنا النهارده بس عشان احنا عايزين نفرحكم ونفرح كلنا بالمباراه. عجبنا النغمه دي قوي. وعن غياب الظهير الايسر رامي بن سبعيني، بن سبعيني لاعب مهم في التشكيله لكن اتمنى ان لا يكون غيابه مؤثر خلال المباراه. وعن استدعاء المهاجم سعيد بن رحمه، المباراه ستقام على ارضنا وفضلنا تدعيم الجانب الهجومي لاستدعاء بن رحمه. لكن الماتش هتلعب في ملعبنا، فنروح نجيب لعيب بيعمل ادوار هجوميه زي سعيد بن رحمه ونزود بالتشكيله بتاعتنا. عادي جدا، اعمل اللي انت عايزه براحتك خالص، انت بتلعب على ملعبك وان شاء الله باذن الله تعرف تعمل نتيجه ايجابيه بكره قدام منتخب الكاميرون.
نعرف جيدا قيمه منتخب الكاميرون والمجموعه التي يمتلكها، لهذا كل اللاعبين وعون بما ينتظرهم ويعلمون جيدا انهم على بعد 90 دقيقه من بلوغ المونديال. الراجل بيحترم منتخب الكاميرون احترام كبير جدا، وبصراحه عنده حق، لان لازم تحترم خصمك، علشان لو قللت من خصمك الموضوع هيكون مخيف، وممكن خصمك يقدر يعمل عليك نتيجه ايجابيه، وقتها الدنيا بالنسبه لك تكون صعبه. انما لما تكون عارف قيمه المنافس كويس قوي، هتعرف كويس قوي انك تحترمه، وهتعرف تعمل معاه نتيجه ايجابيه. من فضلكم لا تسألوني عن مقاله. بيرد على سونج. بيرد على سونج على طول، قال لك ما تسألونيش هو ليه. أنا لا أهتم أبدا بما يقوله، فأنا مركز على فريقي فقط. هو عاش والله، والله العظيم عاش، بس في برضه تصريحات تانية اتنسبت لجمال بالماضي. قال لك في نفس الحتة بتاع الرد على سونج دي. سونج يتحمل مسؤولية الكلام الذي يقوله، هذا الأمر لا يعنيني. نحن تواجدنا في جابوما من اجل الفوز وعدنا به، اللي هو باشا قول اللي انت عايزه، انا جيت عندك وكسبتك، بس قول بقى اللي انت عايزه، جيت ادفع بسبعه، جيت ادفع ب 11، قول اللي انت عايزه. حلوه دي، يعني دي عجبتني اكتر من اللي فاتت بصراحه، اللي هو ما حسيتش ان اللي فاتت فيها ريحه انتقام، اللي هو مسؤول عن اللي بيقوله، انما دلوقتي انا جيت عندك وكسبتك، دي لذيذه بصراحه، واتمنى ان دي تكون هي حصلت في المؤتمر، لان دي منقوله عن العين، الثانيه كانت منقوله على موقع تاني، فاتمنى ان العين يكون صادق في الكلام بتاع سونج تحمل مسؤوليه الكلام الذي يقوله، هذا الامر لا يعنيني ان احنا تواجدنا في جابوه من اجل الفوز وعدنا به. من حق الكاميرون ان يغضبوا، لانهم كانوا يريدون الفوز، ومن جهتنا نحن نبحث عن الطريق الانسب من اجل التاهل للمونديال لا غير. يا اخي الجملتين دول الواحد كل ما بيجي يقول يا جماعه من حق ايتو، من حق سونج ان هم يغضبوا علشان خاطر اتغلبوا في ملعبهم، الناس بتقول لك واو واو انكم تحقدون على ايه. طب جمال الماضي دلوقتي طلع قال نفس الكلام، قال لك يا جماعه من حقهم ان هم يزعلوا، من حقهم ان هم يغضبوا، بس من حقنا كمان ان احنا نروح نكسبهم. شويه برود حلوين بحبهم انا بصراحه، اللي هم هو زعلان هو خسر عادي، انا كنت رايح عشان اكسب، مفيش مشكله خالص. من حقهم ان هم يغضبوا، كان عايزين يكسبوا، ومن جهتنا نحن نبحث عن الطريقه الانسب من اجل التاهل للمونديال لا غير. هم زعلانين هم خسروا عادي، مفيش اي مشكله، انا بقى كنت رايح عايز اكسب، مش مهم الطريقه اللي انا اكسب بيها، هو زعلان ان انا دفعت بسبعه، ما يزعل، انا رايح عشان اكسب بس. لذيذه جدا، حلوه، ظريفه، لطيفه، بحترم ان انت زعلان ان خسرت، بس برضه بقول لك ان انا رحت عملت عليك نتيجه وكسبتك. تفكيري مسبق على تحقيق التاهل لكاس العالم، وساعمل على اسعاد الجزائريين يوم الثلاثاء. اللاعبون يعرفون حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقهم، والضغط الجماهيري سيكون ايجابيا بالنسبه لنا لا العكس. كلام محترم جدا جدا من مدرب محترم زي جمال بالماضي. كلام جلال القدر عجبني جدا، كلام جمال بالماضي عجبني جدا، لان زي ما قلت لك ابن البلد بيعرف يخاطب كويس قوي والجمهور، وبيعرف يقول للجمهور تعالى، وبيعرف يقول للجمهور تعالى ندعم بعض، وتعالى كلنا عايزين نفرح كتوانسه او كجزائريين. تعجبني انا النغمه بتاعت ابن البلد دي. اما كارلوس كروش وحيد خالوزيتش، فكروس مثير للجدل، ووحيد خالوزيتش على الله حكايته في المؤتمرات الصحفيه. ربنا يستر على المنتخبات العربيه بكره ان شاء الله، ربنا يجعله فتح خير علينا ويجعله يوم جميل بالنسبه لنا، ونصعد كلنا كاس عالم، منتخب الجزائر، منتخب مصر، منتخب المغرب، المنتخب التونسي. لو حبينا نبدا من تحت، المنتخب التونسي، المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي، المنتخب المصري. لو حبينا نبدا تاني، المغرب، مصر، الجزائر، تونس. بص بداناها من كل حته سعادتك. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بكره ونفرح بوصول الاربع منتخبات دول، علشان يكونوا بجانب قطر وبجانب السعوديه، وان شاء الله العراق تعرف تعملها في الملحق الاسيوي. لو عجبك الفيديو ده، لو وصلت المرحلة الاسيوي اساسا، لو كسبت الماتشين الجايين يعني، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رايك ويحترم. كان طويل بس هنعمل ايه؟ لازم نجيب الاربع تصريحات ورا بعض، ما ينفعش نجيب تصريحات واحد بس، ما ينفعش. هنلاقي الجماعه بتاع خطونا قاعدين لنا في الفيديو تحت.